بسم الله الرحمن الرحيم. اليوسفي عبد الحميد، رئيس مصلحة الهندسة والبنية الحضرية، الوكالة الحضرية أسفي اليوسفية. دونك حنا جينا للجماعة الترابية ديال ولاد سلمان بخصوص جوج نقط اللي تدرجات في الدورة العادية ديال المي. دونك النقطة الأولى كتخص تصميم تهيئة لمركز سيدي سعيد بوغنبور اللي وصل المراحل ديال مداولة المجلس وبحث العموم، وبالفعل شفنا تعرضات المواطنين والملاحظات المجلس، ووضعنا توضيحات بخصوص هذا التصميم التهيئة اللي تخص مركز سيدي سعيد بوغنبور وتخصيصات ديالو،
وهاد المرحله هذه اللي هي مرحله مهمه، دونك يتم البت فيها في هاد التعرضات او في ملاحظات المجلس من اجل المرور الى المرحله التاليه اللي هي اللجنه المركزيه. دونك هذه بالنسبه للنقطه الاولى. بالنسبه للنقطه الثانيه تتخص تصميم تهيئه للمنطقه الصناعيه ولا تلمان، اللي هي واحد الوثيقه مهمه واللي هي واحد الوثيقه اللي عندها بعد وطني او لا نقولوا حتى بعد دولي، اللي هي واحد الوثيقه تتهم واحد المساحه ديال 10000 هكتار اللي تتخص تصميم تهيئه ديال المنطقه الصناعيه اللي تدخل فيه مصالح خارجيه متعدده. كنخص بالذكر المكتب الشريف فوسفات، كنخص بالذكر الميناء المعدني الاطلسي الجديد، كنخص بالذكر المحطه الحراريه، وبطبيعه الحال ان شاء الله غادي تكون من المزمع باش تكون هناك برمجه لعده مشاريع كبرى في هذا تصميم التهيئه. ودابا حنا في اطار الدراسه ديالو الوثيقه 1/5000، وفي اطار جمع المعطيات للمشاريع المزمع انشاؤها في هذا التصميم هذا. وشكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.